بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص انه المعركة استمرت 21 يوم، الحقيقة المعركة مع العدو الامريكي وحلفاء استمرت 12 عام بعدة صفحات. الصفحة الاولى كان في عدوان عام 91، اشتركت في دول الحلفاء والمحور في حرب عالمية ثالثة ضد القوات المسلحة العراقية وضد العراق بشكل عام يعني. والصفحة الثانية كانت ما بين 2003 وما بين عدوان عام 91، ضمنت حصار اقتصادي جائر، ضمنت عدوان بالرجعات متكرر، وضمنت أيضا في عام 98 قام العدو بعمليات يوم الفتح، ضربت بها بغداد ب 400 صاروخ، أكثر من 400 صاروخ. واستمرت هذه الحالة حصار وعدوان وتآمر لحين بدء الانذار بوش عام 2003. كل الأدبيات العسكرية بالعالم ماكو يعني جيش بالعالم ينذر، يعني يفترض يباغت قوات الخصم. يعني المصريين بذلوا جهود كبيرة حتى يقنعون الكيان الصهيوني بأنه ماكو عملية عبور باتجاه الضفة الغربية لقناة السويس، وإحنا بذلنا جهود كبيرة حتى نقنع الإيرانيين في عام 88 بالفاو بأنه يعني ما عندنا عمليات باتجاه الجنوب. هاي بس القوة تولد الغطرسة، ولا كيف ينظر؟ يعني مفروض يضرب مباغت وكان بإمكانه أن يؤذينا يعني بها، ولكن هاي الغطرسة الشديدة للبوش وحلفائه يعني راح تقود الى التهور، والتهور راح يقود الى الهلاك. لانه احنا من انذر بوش، ولو احنا عندنا وسائل انذار يعني للطيران المعادي للصواريخ الكروز، عندنا وسائل انذار كامله تنذرنا والقطاعات الممارسه على هذه الواجبات، ولكن انا انذر اقول لك قبل 48 ساعه يعني انطاك مهله بانه راح تنضرب انت 100%. اذا هذا احنا خلال هذا الانذار قطعات بالجيش او بالحرس الجمهوري او كل دوائر الدوله مدربه على هذه الواجبات منذ عام 91، وفي سياقها اكو بالتدريب هو كيفيه التهيؤ للحركه الفوريه والتنقل الى المقرات البديله ومواقع الوحدات البديله. كل وحده من وحده الموسيقى بالحرس الجمهوري الى الطبابه الى التموين النقي الى كتاب الدبابات، كلها بالكامل لديها مواضع بديلة محفورة مهيئة مموهة تنتقلها للإفلات من الضربة المعادية. أي المعسكرات تبقى فارغة تماما. صار دعينا الاجتماع باليوم التالي بالقصر الجمهوري للاجتماع بالسيد الرئيس القائد صدام حسين، وحضر معنا وزير الدفاع، وحضر حسين رشيد فريق حسين أمين سر القيادة العامة، حضر قائد القوة الجوية، وحضر المرحوم قصي صدام حسين الشهيد، وحضر مجموعة من الضباط. فدخلنا بالقصر الجمهوري. طبعا القصر الجمهوري مستهدف، يعني أكو انذار، يعني كان بإمكان العدو أن يضربنا خلال فترة الانذار. حتى أنا استغربت يعني شلون اجتماع، قلت له المرحوم قصي، قلت له شلون يصير يعني بالقصر الجمهوري يعني ممكن العدو يضربنا؟ فقال لا عندنا 48 ساعة. قلت له يجوز العدو ما يلتزم بها يعني هاي 48 ساعة. احنا دخلنا إلى غرفة الاجتماعات، لقينا السيد الرئيس واقف وكان لابس عسكري، وصار فترة طويلة هو ما لابس عسكري. بس البدلة يعني لابسها يعني هو كان قاتل بها بالقادسية، معركة قادسية، والآن يعود إلى القتال مرة أخرى. دخلنا قال السيد الرئيس ما يلي، قال هاي يعني كيف صارت الامور يعني هاي الحاله، يعني انه المتدنيه بانه يجيك رئيس دوله معاديه يقول لك اطلع اترك منصبك واترك شعبك حتى احتلك، احنا نقاتل يعني الاخر قطره من دمائنا. هذا كلام السيد الرئيس. اجتمعنا جلسنا، وانا كنت حامل مجموعه من الخرائط تخص الدفاع ببغداد، تخص عموم قواطع العمليه. السيد الرئيس ركز على امور وطرحوا الدفاع بعض الحالات، قالوا عندنا تشكيلات في مفرق بستانه قريبه من اربيل
في قوشتبة سيد الرئيس قال تعود إلى يعني كركوك، رجعت إلى التون كبري. هاي كانت ب96 يعني صارت قبل المتوكل. الناحية الثانية نقاط الحدود الخارجية أيضا تنسحب إلى الداخل لأنه هاي مستهدفة ضعيفة طول الحدود. وفي إجراءات تخص الدفاع الجوي أيضا ركز عليها السيد الرئيس. وقال يعني هاي معركتنا معركة مصير يعني. إذا الله كتب لنا النصر فهذا النصر لنا وللأمة العربية كلها. وإذا كانت حالة أخرى العدو قدر أن يوصل فراح تطلع قيادات جديدة من الشعب وحددها ما بالاسم، قال تطلع قيادات من الفلوجة من الأنبار من صلاح الدين من البصرة من ديالة، قيادات جديدة راح تقاتل العدو وتجبره على الرحيل من العراق، وراح تدحرج أمريكا من القمة إلى السفح. وكان ورانا مباشرة حضرة الرفيقة هدى عماش حضرة الاجتماع أيضا ومجموعة من الوزراء تبعا كانوا يجون. إحنا بعد أن كملنا وسلمنا على السيد الرئيس تركنا القصر الجمهوري. وين رحنا؟ رحنا المقر العام الحرس الجمهوري ببناية الأشكوى يعني بحي العمرية قرب المطار. دخلت للمقر فلاحظت أكو دبابة T-55 جات على دكة ويمها تمثال السيد الرئيس على صهوة الجواد العربي تنزل يعني شاب. قلت له ليش ننزل يا دار نخليها لمكان آخر أعتقد إلى حديقة الزورع. قالوا أنه هاي الدبابة فترمز أنه السيد الرئيس قادها في ثورة تموز عام 68 وهي كانت من تشكيلات يعني اللواء المدرع العاشر. طلعت يعني دخلت إلى غرفتي يعني نفسي أنا ومرحوم قصي موجودين بالمقر يعني استمرينا مقرنا يعني الدائمي. فأشر لي عميد ركن عبد السلام سكرتير المشرف هو ضابط جيد ومتابع أبو رجل الدين وقور يعني. فطلعت فوق قلت له ليش اجتماع؟ قال بعد ساعة. قلت له طيب. أنا صعدت بلغت مدير المكتب شلون إخلاء مكتبنا إخلاء، قال كل إجراءات احنا متخذيها. هو لو أحمد يعني ضابط ركن جيد ومتابع وقال لي كل قطعات الحرس الجمهوري خرجت إلى حتى وحدة الموسيقى خرجت إلى المواقع البديلة وأمنوا معها مواصلات وارتباط بشكل كامل. بعد ساعة جاء قصي الحكي يمه قبل الاجتماع سلمت عليه الله يرحمه. طبعا شخصية قصي شخصية رائعة يعني رجل متواضع شجاع قوي أخلاقه راقية يعني إذا شوفنا باليوم 20 مرة هم يعني يسلم علينا بحرارة ورحب بينا. قاعد قال لي عندي اجتماع ويا رفاق أعضاء القيادة راح يصير هنا بس أريد الاجتماع يصير بغرفتي. يعني سيدي ترى بالنسبة للاجتماع بغرفتك ما يستوعب المكان، نحن عندنا غرفة عمليات مهيئيها لأنه كل أعضاء قيادة المنطقة الوسطى راح يحضرون اللي هي الأنبار وديالة والحلة وبغداد ضمن هذا القاطع. قلت له أنا أعرف ليش ما تريد تروح لغرفة العمليات. قال أحكيها بصراحة. قال لي ليش؟ قلت له أنت ما تريد تقعد على الكرسي الرئيسي، تريد تقعد حالك حال. قال نعم، لأنه أغلب الرفاق سبقوني بالنضال وأكبر مني عمر وهم أعضاء قيادة وأنا هم عضو قيادة ولو أنا قائد منطقة وسطى بس أنا جزء من عندهم. فطيب نحل الموضوع. قال كيف؟ قلت له نخلي الكرسي مالك بالوسط وأعضاء القيادة يمينك ويسارك وأمامك فما راح تكون على الكرسي الرئيس. يعني شوف شلون أخلاق. نقول إحنا بدون هاي الأخلاق ما نربحش. اجتمع بعض أعضاء القيادة المنطقة الوسطى طلبوا عتاد طلبوا يعني عتاد خفيف خاصة وزع لهم فورا ونسق حول الدفاع وعرضوا خططهم واتجهوا باتجاه مناطقهم قبل الغروب. صار اجتماع ثاني بالنسبة لقصي الله يرحمه الشهيد مع دفاع جوي للحرس الجمهوري. طبعا قصي يعني هالفترة صار عنده يعني رؤية عسكرية واستراتيجية
وذكي جدا يعني، ذكي جدا باستخدام الخريطة. يعني أي قوة بالحرس الجمهوري لا تتحرك، دبابة واحدة أو عجلة أو مدرعة أو مدفع واحد إلا بأمر مشرف على الحرس الجمهوري. صار اجتماع آخر أيضا مع أمر الحرس الخاص برزان، وركز السيد المشرف على الحرس الجمهوري على ما يلي: أول، حماية المطار، مطار صدام الدولي، التركيز عليه، حماية مجمع الرضوانية، الجسور داخل مدينة بغداد، القصر الجمهوري، كل القضايا تخص جهاز الأمن الخاص. عندك احتياجات؟ قال ما عندي يعني كل احتياجات. أيضا أنهينا الاجتماع ويا كاسة حضارات ويا اتصل بقيادة قادة الفيادق والفرق شخصيا سيد قصاي، وتأكد أخبروا الجميع بأن كل القطعات الآن هي منفتحة في مناطق الإخفاء. فأنا شنت قاعد بالمقر، مقر مرتب بشكل جيد، مواصلات وضباط ركن، بس ضباط ركن معدودين يعني. فكان وياي ضابط ارتباط من السيد الرئيس صدام حسين، ضابط ارتباط عقيد ثابت النفوس أبو علي، رجل وقور يعني كبير بالعمر. فقعد يعني شايدوك تليفون، قال موجة صواريخ جتي يعني بدل العدوان. فإحنا حقيقة يعني استعدينا يعني، قلنا بدت الحرب. فأبو علي حكى قال يعني صارت بالمجتمع بعض الهفوات بعض الحالات، هو كان يحكي الموضوع. فقال لا بالعكس يعني، هو كالعراق أقل دولة من الدول العالم بها الحالات يعني، شغلات اللي يقول عليه ما أدري استذكرها بذيك اللحظة يعني. فكان عنده بندقية موديل حديث يعني 67 من كلاشينكوف بس متطورة. شفت هذا الرجل يعني إمكانية بقائه ويانا يعني والسهر يعني ما يتحملها يعني، يعني ما يقدر ياخذ راحته به الجو، كل توتر وكل إجراءات. فقلت له أخويا أنت واجبك ارتباط بيننا وبين السيد الرئيس، تروح يا مدير المكتب مقرنا الآخر وتقعد هنا قدام كل المواقف تشوفها وتوديها، أدى التحية رجل محترم وراح. ننتظر الصواريخ أشو ما وصلت صواريخ، ننتظر أشو ماكو صواريخ، ما وقعت يعني. الصبح قالوا قصي الله يرحمه زارني الصبح، قال ترى ضربت مزارعنا بالدورة وضربوها بس خالية، قال ما بي أحد يعني. فمن يجي قصي المغرب قال لي خلينا ناخذ لنا فرع داخل بغداد، الله يرحمه هو يسوق يعني دائما يسوق سيارته بنفسه، أبدا ما في اليوم شفت السائق يسوق يعني سيارة قصي، هو يسوق. فركبت بصفة طلعنا من اتجاه الحي العامرية على طريق المطار، القيادة القومية، القصر الجمهوري، التصنيع العسكري، وصلنا إلى جسر العبر على العظمية، رجعنا مرتلخ إلى طريق شارع الربيع ثم إلى مقرنا. يحكي لي قال ركزونا على ترى معركة طويلة، ركزونا على قضايا المقاتلين إدامتهم رواتبهم شلون يوصلوها، لأن معركة تطول هاي ترى. إحنا ما كنا نتوقع الهجوم البري ثاني يوم، هو هذا اللي باغتنا. رجعنا أنا وقصي، نزلني يم المقر نتحرك، قصي راح الله يرحمه ودعني وراه، دق التليفون قال موجة صواريخ وراها، موجة صواريخ وراها، موجة يعني ما كل نهاية إلها بداية ولا نهاية. طلعنا برا يعني شو شكو، بعد تقريبا 30 دقيقة محيطنا احنا كل ثانية كان يوقع صاروخ كروز، كل ثانية يعني استحسب يوقع كروز. ضرب مقرنا بالأكوى، غرفة ضرب الصاروخ مباشر، غرفة قصي الله يرحمه ضرب الصاروخين، غرفة أمين السر العام ضرب الصاروخ، وبقيت مالك ضرب حوالي من صواريخ. بداية الحرب كان الاجتماع يصير مؤتمر مسائي بين السيد الرئيس صدام حسين وبين السيد وزير الدفاع وبين المشرف على الحرس الجمهوري المرحوم قصي صدام حسين مساء، وتجينا التوجيهات. ولكن مع اشتداد الحرب لا، بس قبل هذا اقول لك بانه خسائرنا بالضربه الاولى كانت محدوده يعني لا تتعدى 10 شهداء، وهاي
قوة اللي ضرب بيها بوش سماها الصدمة والرعب، التركت بيها حوالي 3000 صاروخ كروز. يعني احنا متخذين اجراءات قوية يعني، الا اللي رجع لمعسكر يعني تدري هاي 150,000 جندي. للجيش، الجيش العراقي الباسل اللي تاريخه مجيد يعني من 21 وفي كل المعارك، واحنا ولد الجيش يعني، يعني ابن الجيش يعني اخر ب 99 وال 97 غدرت الجيش للحرس، والحرس هو نفسه ايضا جيش، كل ضباطه من الجيش. بالنسبه لقدرات الجيش عنده كانت 5 فيالق. الفيلق الاول يتالف من 3 فرق مشاة وفرقه اليه، مهمته الدفاع عن مدينه كركوك، وعنده جبهه محدده يعني من طوز خرماتي الى كوبري. الفيلق الثاني يتالف من فرقه مدرعه او فرقتين مشاة وقاطعة ديالى ومندلي والكوت. الفيلق الثالث يتالف من فرقه مدرعه وفرقه اليه وفرقه مشاة، واجبه الدفاع مناطق البصره والناصريه. الفيلق الرابع يتالف من فرقه مدرعه وفرقتين مشاة، واجب الدفاع في منطقة العمارة وقلعة صالح. الفيلق الخامس يتألف من 4 فرق، 3 مشاة وفرقة آلية، واجب الدفاع عن مدينة الموصل والقاطع. هذا فيما يخص القوات البرية. نسبة الموجودة للقوة القتالية عندها لا تزيد في كل الأحوال عن 60% من الأفراد يعني. نعم. للأفراد. القوة الجوية العراقية هي أكثر القطاعات تضررت في عدوان عام 91، لأن يعني كان عندنا قبل الحرب 600 طائرة مقاتلة من أحدث الأنواع، ميراج وميج 23 و25 وسيخوي 25. فهذه الطيران اللي بقى من عندها صالح قبل العدوان 2003 70 طائرة. القوة الجوية اللي كانت 600 طائرة قبل عدوان 91، ليش أقول لك الحرب؟ الصفحة الأولى كانت في عام 91. القوة الجوية ما كان عندها يعني القدرة أنه تطير يعني، جابوا هاي القوة من ناحية التقنية وأشياء أخرى. عندك بالنسبة للقوة البحرية أيضا ضربت بالعدوان لأنه يعني قريبة من الكويت وقريبة من الخليج، مجرد زوارق بحرية عندنا، وعندنا قواعد إطلاق صواريخ يعني صينية ثم سكولرون. يعني أرض بحر. وبالنسبة للدفاع الجوي تدري يعني وسائل أيضا أكثر صنف الضرر بالعام 91، لأنه يعني كانت معركة بين الدفاع الجوي العراقي وبين القوات المعادية، وأسقطنا بها 80 طائرة يعني، هذا ما ذكره شوارزكوف، 80 طائرة مقاتلة أسقطت بوسائل الدفاع الجوي العراقية عام 91. وتدري حضرتك بعد 98 صارت معركة فريدة بالعالم ما بين الدفاع الجوي العراقي فقط وما بين القوة الجوية المعادية، عدوان يومية ضمن خط جنوب الخط 33 وشمال الخط 36 يوميا، عندنا كمان الدفاع الجوي والعدو يضربها. فالعدو بهالموقف يعني تعرف على كل خصائصنا. يعني بالنسبة للحرس الجمهوري يتألف من فيلقين، فيلق الله أكبر يتألف من 3 فرق، فرقة نبوخذ نصر مشاة واجبها الدفاع عن مدينة كركوك، فرقة عدنان مشاة آلية واجبها الدفاع عن مدينة الموصل، فرقة حمرابي مدرعة مجهزة بأحدث الأسلحة دبابات 72 واجبها الدفاع عن بغداد، وعندها لواء واجبات خاصة 26 في السرثار واجبة مهمات خاصة. قيادة عمليات الفتح المبينة هي فيلق، عندها ايضا 3 فرق، فرقه مدرعه مدينه منوره يعني في منطقه الصويره والمسيب والمحاويل، فرقه النداء ايضا فرقه مدرعه ومجهزه باحدث الاسلحه في 72 وبي ام بي 2 في منطقه جياله يعني بعقوبه والنهروان، فرقه بغداد مشاة راجل واجبها الدفاع عن مدينه الكوت. هذا الانفتاح الأولي للقطاعات قبل الحرب قبل العدوان. طبعا من صارت قيادات مناطق تسمح لي، صارت قيادة المنطقة الشمالية
الضم الموصل وكركوك، يعني ضم الفيلق الأول والثاني، الأول والخامس العفو، كل قطاعات الأجهزة الحزبية والأجهزة الأخرى والعزة الدوري. تجي إلى قيادة المنطقة الوسطى يقودها مشرف حرس جمهورية السيد قصي صدام حسين، نائب الفريق الأول الأمير سلطان هاشم وزير الدفاع. شو الضم؟ ضم الفيلق الثاني بالأساس، والحرس الجمهوري ترى مو ضمن المنطقة الوسطى وضمنها جغرافيا، ولكن يأتمر بأمر السيد الرئيس القائد صدام حسين. الضم الأنبار، الضم ديالة، والضم الحلة، ولاحقا صارت الكوت ضمنها خلال سير العمليات. قالة المنطقة الجنوبية واضح، يعني البصرة والعمارة والناصرية، يقودها فريق أول ركض علي حسن المجيد، وضم الفيلق الثالث والرابع والبحرية وكل الأجهزة الحزبية والمخابرات والأجهزة الأخرى. يعني فإذا إحنا كحرس جمهوري واجبنا الدفاع عن كل العراق، إحنا كمهمة يعني الدفاع والتعرض في الوقت اللي يحدد القائد العام القوات المسلحة. الحقيقة أنا جريت دراسة قبل الحرب بأكثر من سنة ورفعتها للسيد المشرف الله يرحمه، قلت له سيدي بالدراسة ترى عندنا 50% من الحرس الجمهوري خارج معركة بغداد، واللي متيسر عندنا هي ثلاث فرق مدرعة. فأرجو أنه يعني تطرح الموضوع على السيد الرئيس الله يحفظه، تطرح الموضوع على السيد الرئيس بأنه تتحرك حرك فيلق الله أكبر من تكريت، ونعطيه مسؤولية الدفاع شمال بغداد في على محور الفلوجة ومحور التاجي، ونحرك قوات عدنان من الموصل إلى التاجي، ونحرك الحمرابي من التاجي إلى الحصوة طريق الفلوجة، وعدنا بالنسبة لنبوخذنصر تجي على محور الشعلة من داخل، يعني حتى تحيط بغداد من كل الجهات، من بدأ العدو يهدد بغداد أولا. بالنسبة أيضا اقترحنا بالنسبة للفيلق الفتح المبين تجي قوات بغداد من الكوت تتمركز في الصويرة، والمدينة المنورة تتحرك باتجاه المسيب، والنداء تجي. وبقى الحال على بدينا نكرر الدراسات يعني حتى تجي القطعات، ولكن هاي المناورة تمت بعد أسبوع من بدء الحرب. يعني السيد الرئيس كان يركز بأنه المعلومات يعني على قدر من يحتاجها، يعني ليس بالضرورة أنه الجندي يعرف كل ما يمتلك العدو من أسلحة تدمير لأنه يتأثر على معنوياته لاحقا. فتدري إحنا عندنا أكثر جيش بالعالم عنده كراسات هو الجيش العراقي، ونمتلك حتى يعني التعبية على مستوى السوق والعمليات اللي استخدمها الجيش الأمريكي وتكتيكه كلها معروفة عندنا، وكل الحروب اللي صارت مستقدر موقف يعني 3-1 تفوق المعادي، بس هو دي يتفوق عليك بالطائرة مثلا 2000 طائرة ضد صفر، ماكو ولا طائرتين. حتى وسائل الدفاع الجوي مالتك مطي العدو كدفاع يعني إيجابي. العدو يمتلك مثلا عنده أسطول أساطيل بحرية، احنا عندنا زوارق بحرية لأوجه المقارنة. العدو يمتلك ترسانة نووية، احنا متهمين بأسلحة دمار شامل وكل شيء ما عندنا، ولذلك دي يغربونه. فأوجه المقارنة بالنسبة لها يعني ميزانيتنا احنا بالحرس 4 ملايين دولار، ميزانيتهم سنوية 400 مليار دولار. يعني القيادة السياسية بالعراق أبدت مرونة ماكو أي قيادة بالعالم تجنب الحرب، يعني دخلوا حتى بغرف نوم رئيس الدولة المفتشين بالقصر الجمهوري، معسكراتنا دمروا المعامل، فتشوا كل شيء، يعني طلعون العمال ومعمل، والله إلى علاقة هذا هو ما له علاقة، على الأقل من رصاصة يسوي لي العلاقة، يفجرون المعمل قدام العمال، يسرون على نفسيتهم ويأخذون رواتبهم من موارد النفط. فصارت مرونة يعني أكثر من لازم، يعني العدو كان يتحشد بالكويت وبالخليج، والمفتشين يكسرون صواريخ الصمود مالتنا اللي هي مداها ضمن المواصفات العالمية 150 كيلومتر. كل المرونة هاي اللي بدأتها القيادة وتحمل الضربات ودخول المفتشين، يجيك واحد
عشاك تمنطق يقول لك والله القيادة ما بدها تمرونة. شو ما بدها تمرونة يعني؟ ولكن السيد الرئيس يعني قائد كبير وشجاع ويمتلك إمكانيات يعني عسكرية كبيرة وخبرة، يعني كان مؤمن بالنصر على العدو، يعني سواء بصفحة الحرب النظامية أو بعدها أو حتى إذا احنا دمرنا وانتهينا، يعني قال راح تجي قيادات جديدة تقود بالمقاومة وتطرد المحتل خارج العراق. يعني كان مؤمن بالصمود وبالنصر 100%، وقصي صدام حسين كان مؤمن بأنه العدو ما يحقق أهدافه، وأنا أيضا كنت أؤمن بأنه العدو ما يحقق أهدافه.